إلى دبي، إذ استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في مجلس زعبيل الكبير صباح اليوم جموع المهنئين بعيد الفطر السعيد. وتقبل سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة من الشيوخ وأعيان البلاد والوزراء والمواطنين وأبناء القبائل والجاليات العربية والإسلامية والأجنبية في الدولة الذين باركوا لسموه العيد، متمنين لشعبنا ودولتنا دوام الخير واليمن والاستقرار في ظل قيادتنا الحكيمة. كما تقبل سموه التهاني بالعيد السعيد من كبار ضباط القيادة العامة لشرطة دبي ومن أعضاء النيابة العامة في دبي ومن أعضاء محاكم دبي ومن كبار ضباط الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب ومن كبار ضباط الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي ومن كبار ضباط القوات المسلحة ووزارة الدفاع.